مسؤول اي تصرف غير مسؤول، كنحمل المسؤوليه لاي مستخدم اللي تيقول شي حاجه اللي خارج القطاع، وحنا اي واحد ناخذ ضد الاجراءات اللازمه تبقى القوانين الداخليه. حنا هاد النقطه يمكن ماشي هي اللي خصنا نهضروا عليها، ونهضروا على الفاتوره لان هو اصل المشكل، ولو انا ماشي انا ما غنتفقش مع الاخوان اللي تيقولوا هي السبب الحقيقي، لان هاد المشكل ديال الفاتوره وقع في مدن كثيره ومدن اخرى. يمكن الا كان شي واحد يتلقى الصحه هو المسؤول عن الكهرباء باش يعرفوا المسببين الحقيقيين شحال فينا باش يحاولوا يخرجوا هذا المشكل هو مشكل حقيقي. كتوضيح بالنسبه للاخوان اللي هضروا على العرض، العرض ماشي باش نعطيو وعود وحنا ما تنكذبوش، باش نوضحوا الراي العام تاع النقاط عن الفوتره، لان الفوتره تطابق القوانين اللي روينا تطبقها. المهم ما تبدلش القانون، المهم كما الجماعه وكما العماله وكما الولايه وكما اي مؤسسه عموميه تطبق على قوانين وتطبقها من اجل نكونوا في اطار القانون، لان حنا عندنا محاسبه في هذا الاطار. والفوتره غادي نتعرضوا غادي نهضروا عليها في الديتاي ديالها. ولكن تمشي لشي جهنم. اللي كذاب يمشي لجهنم. واللي كذاب هو اللي تهم الكذاب وما عندوش ما عندوش ما عندوش ما عندوش حقيقه. وحنا كاع مسلمين. اذا بالنسبه للنقاط اللي طرحوا لهم الاخوان هما ثلاثه النقاط اللي كانوا في اطار الاجتماع مع السيد المدير العام. واحد النقطه بزاف اللي ما كانش هضرات عليها بطريقه كبيره هي الامانه. الامانه كانت كل عام اللي تهضروا على 2006 تطلق مشكل مينيموم او ان تام، لان في لو طون كري كما كانوا الناس يحاولوا يشجعوا الناس يكونسوميو. اذا الانسان اللي ماتي هادشي في الاتفاقيه في العقده تيكون عنده عار بان عنده واحد الطريقه رخيصه، ولكن خصو ما يفوت واحد 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 لا كونسوماسيون في العام. الا ما فاتش كانوا تيحسبوا عليه داكشي اللي ما وصلش عليه واحد الطريقه هادشي كان في العقده، والا ما بغاش هادشي يفاتوري بلا كونسوماسيون العاديه تيكون واحد الثمن زايد. هذه تحييدات من العام اللي فات، وهذا العام الحمد لله ما خرجاتش. إذا هذه في إطار قانون جديد يدخل في 2011 طبق بالنسبة للكويت، ما كانش مشكل، دونك الأمانة ما كناش نهضروا عليها. إذا النقاط اللي كانوا طبقوا عليهم الإخوان بحدة، ليكليراج بيبليك، المشكل ديال لو مي، و لو مي مونسيول، مراقبة الأعداد شهرية. بالنسبة ليكليراج بيبليك، باش ما نقولوش أنا وعدت وخلينا جميع الاجراءات، الاعتراف ديالكم ثلاث ولا اربع شهور كانت الكهرباء العموميه في المستوى. اللي وقع لنا اشكال واحد يمكن الاخوان ديال الجماعات يفهموا لان تقنيين في هذه المشاكل. لي برودوي دايور غادي نجاوب من بعد على السيد اللي قال ثلاث مرات صفقه التعاودات. باش علاش التعاودات؟ باش ما نطيحوش في اقل كلفه ونطيحوا في لا موبيز كاليتي. لا موفيز كاليتي مالوغوزمون ما كاينش حاجه تتمناها في البلاد باش نحدوها. لي برودوي شينوا ولا اوتر شينوا تمشي البرودوي المون الذي بقى لك اربع سنين ما يخسرش، والشينوا رخيص وكاين شينوا على خمس صور وما عندنا شي حاجه قانونيه اللي تحدو. اذا دخل باش الصفقه نقول هذا السيد ما ناخذش من عندك هذا لو برودوي ما عندناش الحق. حنا مالوغوزمون طحنا بهذا المشكل اللي خلق واحد النسبه قليله اللي عطلت شويه لا ليفريزون ديال بياس دو ريشونج.